تلاوت کلام پاک کے لیے اپنی جماعت کا بہترین استاد القراء شیخ التجوید حضرت قاری ظفر العلا صاحب قبلہ مدرسہ محمدیہ تجوید القرآن تشریف رکھتے ہیں. میں حضرت کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا, التماس کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمیں اور سامعین کو نوازیں. آئیے پورا مجمع مل کر ایک مرتبہ نعرہ لگا لے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار قرات, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میں حضرت قاری ظفر العلا صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے نوازیں. ممبر رسول پر رونق افروز نقیب اہل سنت قاری نثار الحق صاحب, وہ جملہ علماء کرام, وہ شورا اسلام, وہ محترم سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند آیت کریمہ اختلاف قرات کے ساتھ یہ ناچیز پڑھنے کی کوشش کرے گا, آپ حضرات بخیر سماعت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. سبحان الله. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله ما شاء الله. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله ما شاء الله. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. سبحان الله. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله ما شاء الله. وافعلوا الخير. سبحان الله. سبحان الله. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله ما شاء الله. آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. سبحان الله. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله ما شاء الله. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم وسماكم المسلمين. سبحان الله. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم وسماكم المسلمين. سبحان الله. ملة أبيكم إبراهيم. سبحان الله ما شاء الله.
وسماكم المسلمين وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. سبحان الله. صدق الله رب العالمين. سبحان الله.